بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع، أحييكم أنا علاء أمين في أول درس من دروس المايكروسوفت إيجور إنفراستراكشر أز أ سيرفيس. هنتعرف على بعض سريعا ونبدأ إن شاء الله نتكلم في الكلاود كومبيوتينج. أنا اسمي علاء أمين، شغال إنفورميشن تكنولوجي سبيشاليست وسيرتيفايد مايكروسوفت كلاود بلاتفورم أند إنفراستراكشر ومايكروسوفت سيرتيفايد ترينر. طيب احنا الدروس النهاردة ان شاء الله هنبدأ من الصفر، يعني تقريبا كده من الاساسيات، من البيزك او ما قبل البيزك كمان، ستيب باي ستيب، ونشرح كل حاجة بشكل عملي ومركز وبسيط. هدفنا ان شاء الله في الكورس ده ان احنا نجمع اكبر كمية من المعلومات باسهل طريقة للفهم وتبسيط المعلومة. اللي دعاني ان انا اعمل الكورس ده ان قلة المصادر العربية خصوصا في ما يتعلق بالانفراستراكشر از سيرفيس على منصة الايجو تحديدا، والمصادر العربية للأسف اللي موجودة اما ان هي طويلة ومملة وما بتطلعش منها معلومة مفيدة الا قليل جدا، او انها ما بتغطيش جميع الجوانب. يعني حتى بعد ما تاخد الكورس وتيجي تطبق عملي بتلاقي حاجات كتير جدا انت مش فاهمها. في كورسنا ده مش هنسيب حاجة غير لما نفهمها ونمشي مع بعض ان شاء الله زي ما قلنا واحدة واحدة. نبدأ ونقول بسم الله. طيب احنا لو قلنا cloud computing يعني ايه؟ قبل ما نفهم cloud computing لازم الاول نفهم احنا شغالين ازاي قبل cloud computing. احنا في حاجة او مصطلح اسمه on premises. يعني ايه؟ يعني لو انا في البيت او في المكتب او في الشركة عندي شبكة او عندي عدة اجهزة متوصلين ببعض، ده اسمه on premises يعني جوه المكان. تمام؟ في مكان محدود بمساحة انا شغال فيه، اجهزتي موجودة متوصلة ببعض على سويتشات روترات او حتى اي ديفايسز تانية، ده كده انا بسميه on premises. زي ما احنا شايفين كده في الشكل ده بيقول لي ان في الاون بريمسز بتبقى مسؤول عن كل ده، اللي هو النتوركينج الشبكه بتاعتك، الاستورج للسيرفرز سواء كانت بيرميتال او فيرتشوال سيرفر، كمان انت مسؤول عن الاوبريتنج سيستم وعن الميدل وير اللي بين الاوبريتنج سيستم وبين السيرفر، يعني الابلكيشن اللي بتنزله حضرتك من خلال الاوبريتنج سيستم، ومسؤول كمان على ان الابلكيشن او السيرفيس ديت تبقى ران تايم طول الوقت. كمان انت مسؤول عن الداتا وعن اي ابلكيشن انت بتستخدمها، يعني تقريبا انت كل شيء مسؤول عنه بنسبة 100%. تمام، ايه بقى اللي يخليني مش مسؤول بنسبة 100%، او ايه اللي يخليني اشترك مع جهة او مع حد يبقى المسؤولية دي تنقسم بيني وبينه؟ هنا هتروح للسيناريو بتاع الكلاود كومبيوتينج اللي هو بيقول لك لو انت رحت للسيناريو اللي هو اسمه انفراستراكشر از سيرفيس اللي احنا هنشرحه في الكورس ده، وهنشرحه كويس جدا وبتركيز وببساطه، هيقول لي ايه؟ هيقول لي حضرتك هتبقى مسؤول عن جزء وانا هبقى مسؤول عن جزء. جميل جدا. انا مسؤوليتي ايه؟ انا كاي تي او كواحد شغال في شركة بيدير مجموعة اجهزة او بيدير نتورك، او حتى عندي في المكتب مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن الاوبريتنج سيستم، مسؤول عن الميدل وير وعن الران تايم والداتا والابليكيشن. طيب امال ايه انت حضرتك هتتسئل عن ايه بقى؟ حضرتك هتاخد مني مسؤولية ايه؟ حضرتي كبروفايدر للكلاود او راجل بقدم لك خدمة كلاود، هنا في الجزء ده هبقى مسؤول عن النتوركينج. مش هتبقى حضرتك الان عن سويتش او عن راوتر او عن اكسس بوينت او عن كيبلز واتيفر، مش هتبقى مسؤول، دي مسؤوليتي انا ككلاود بروفايدر. كمان حضرتي ككلاود بروفايدر هبقى مسؤول عن ستوريج وعن السيرفر وعن الفيرتشوال ماشين اللي على السيرفر ديت. جميل جدا. هنا بقى هنا هنختلف عن الوضع ده في
في حاجات مهمة جدا. أول حاجة عملية الإدارة اللي احنا اتكلمنا عنها، تاني حاجة عملية الهيدك اللي هيبقى عليا، تالت حاجة عملية الكوست. مش أنا هنا لما يبقى عندي سيرفرات وعندي نتورك، فبالتالي هتطلب إن أنا أحطها في مكان ويبقى المكان ده مهيأ بالكهرباء، يبقى مهيأ بالتبريد، يبقى مهيأ بعوامل الأمان، يبقى مهيأ بالستاف اللي بيدير المكان ده. فبالتالي أنا لما أروح للكلاود بروفايدر وأقول له أنا هاخد من عندك الانفراستراكشر، هريح نفسي من كل الكلام ده. حلو، ايه تاني ممكن اخده من الكلاود بروفايدر وريح نفسي اكتر؟ قال لي انت لو حابب تريح نفسك اكتر، انا عندي كمان سيرفيس اسمها بلاتفورم از ا سيرفيس، وهنا انت مش هتبقى مسؤول لا عن اوبريتنج سيستم ولا عن ميدل وير ولا عن ران تايم، كل ده هيبقى مسؤوليتي انا. انت حضرتك بس كل اللي عليك هتدخلي داتا وهتدير ابلكيشن. يعني ايه الكلام ده؟ طيب تعالوا نقرب الامر وندي مثال. حضرتك لما بتروح تحط ويب سايت عند اي شركه هوستنج، بتبقى مسؤول الويب سايت ده هيتحط على سيرفر وهيتدار ازاي في عمليه الاستورج. طب السيرفر ده متوصل ازاي على النتورك؟ طب النتورك دي ممكن تبقى داون؟ طب يا ترى السوفت وير اللي راكب ده الفيرجن بتاعه داتا سنتر ولا بروفيشنال ويندوز ولا اوبونتو ولا يعني وات ايفر؟ حضرتك مش بتشغل نفسك باي حاجه من ديت، انت بتدي داتا او بتدير ابلكيشن. جميل جدا جدا. ايه تاني ممكن كمان؟ ان انا لو عاوز اريح نفسي بقى لا ادير داتا ولا اشغل نفسي بابليكيشن، ممكن ده؟ ده ممكن جدا في سيرفيس ظريفه جدا اسمها سوفت وير از ا سيرفيس بتقدم لك ده، وفيها حضرتك مش بتبقى مسؤول عن اي حاجه من الحاجات دي. فالسوفت وير از ا سيرفيس عكس تماما الاون برينسس، هنا حضرتك هتاخد كل ده جاهز مجهز تماما. يعني ايه؟ يعني لما بروح اخد السيرفيس بتاع الميل من مايكروسوفت مثلا، لما بعمل اكونت على هوت ميل او اوتلوك، او حتى لما باخد السيرفيس اللي هي اوفيس 365 من مايكروسوفت، انا مش شاغل بالي لا بداتا ولا بوبيدي سيستم ولا بستورج ولا بسيرفر ولا اي حاجه. انا فقط كل اللي عليا ان انا هحط الاكونت بتاعي واستخدم ابدا استخدم السوفت وير ده وادير الايميلات، ابعت استقبل اعمل اللي انا عايزه من غير اي هيدك ومن غير اي مهام عمل تاني. يبقى كده تلخيص اللي احنا فهمناه، قلنا ان في حاجه اسمها اون بريمسس اللي احنا شغالين بيها من بره الكلاود او من غير ما اروح كلاود، انا شغال حاجه اسمها اوبريتنج سيستم، مسؤوليتي مسؤوليه كامله عن كل ما يتبع الشبكة بتاعتي او المكان اللي انا بديره، ومسؤول كمان عن الاخطار اللي ممكن تجيلي من وراها زي الاختراقات، الفيروسات، العوامل الطبيعية زي الحريق، الاعاصير، كل ده انا مسؤول عنه وبديره وبدفع كمان كوست كهرباء وتبريد وستاف كل حاجة. هنا قال لي لا، انت ممكن اخفف عليك حتة الانفراستراكشر، انا اديها لك وحضرتك بس تدخل تشوز الاوبريتنج سيستم اللي انت عايز تشتغل عليه وتحط الابليكيشن بتاعتك والداتا وتبقى كلاود. جميل. قال لي كمان ده انا ممكن اريحك اكتر وابقى انا مسؤول عن الاوبريتنج سيستم وعن الميدل وير وكمان عن ان الابليكيشن او السيرفيس بتاعتك تبقى ران تايم كل الوقت لو خدت من عندي بلاتفورم از ا سيرفيس. قال لي كمان لو عاوز ترتاح من كل ده، خد من عندي او خد السيرفيس اللي اسمها السوفت وير از ا سيرفيس، وهنا انا بريحك من كل هيدج ومن كل عوامل اداره ومانجمنت او كل مهام اضافيه ممكن تيجي عليك. بكده يبقى من المفترض ان احنا فهمنا يعني ايه كلاود
كومبيوتينج ويعني ايه الفرق بينها وبين الاون بريمسز. اشوفكم ان شاء الله الدرس الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.